بونجور لي زامي، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديده. الفيديو ديال هذا النهار غادي نجاوبكم فيها على واحد السؤال اللي سولتوني في لي ريزو سوسيو ديال فيسبوك انستغرام وتيك توك، راني كاينه فيهم بسميه زيتونه لايف. سولتوني قلتوا لي شنو هما الحويجات اللي خاصنا نزرعهم شهر 9. كنفضل انني نجاوبكم هنايا في فيديو باش نشرح لكم مزيان وما بقاش كل مره كنصيفط لكم لي ميساج ناقصين. دونك هنايا كاين الشرح التام ديال كاع الخضروات اللي غادي يصلح لكم زرعهم في هذا الشهر. هذا حنايا في هذا الشهر هذا راحنا تعطلنا على لا سيزون مالوغوزمون، لان شهر 8 كنا مسافرين وما وجدناش النقله ديالنا، ما وجدناش لي بلاطو ديالنا، ولكن هذا ماشي مانع باش ان حنا اون سو غاتراب رابيدمون ونبداو هذا الفصل هذا حتى حنايا الا شرينا النقله ولا زرعنا دابا في هذا النهار هذا. الخضره ديالنا غادي تمشي مزيان. وكما قلت لكم طبيعه الحال غادي نكملوا بشي نقيلات كنشريوهم من عند الناس اللي مختصين بالخضره، ماشي عند لي بيبينير كاملين كتلقاوهم، كتلقاوهم عند الاختصاصيين ديال النقله ديال الخضرة. ودابا غادي نقول لكم شنو هما الخضروات، 10 10 ديال الخضروات اللي يمكن لكم تزرعوهم في هذا الفصل هذا. زيتونة، الخضرة الاولى اللي يمكن لك تزرعها عندك واللي ساهلة بزاف واي واحد يقدر يديرها عنده وهي الفجل. الفجل كدير زريعة نيشان في الارض اولا في محبقة الا كانت عندك، ودغيا كيكبر ودغيا كيعطي. بالنسبه للخضره الاخرى اللي يمكن لكم ديروها وهي الباربه. الباربه الحبه ديالها كتكون كبيره، حتى هي كديرها نيشان في الارض اولا كتشريها نقله الى لقيتيها واجده. باش توجدها في لي بلاطو ومن بعد تحولها خاصه واحد شويه ديال الخاطر، خاصه شويه ديال لا تكنيسيتي، يعني شويه ديال الاحترافيه باش تقنها مزيان. فانا كنصحكم الا كنتو يلاه مبتدئين خذوا النقله نيشان اولا ديروا الزريعه نيشان في الارض، حتى هي خاصكم واحد شويه ديال الوقت باش كتخلف، ماشي بحال الفجل دغيا دغيا. بالنسبه للخضره الثالثه وهي اللفت. اللفت حتى هو ما بين لي ليغوم غاسين، يعني اللي كيمشي تحت الارض، وفيه ثلاثه ديال الانواع. كاين هذاك اللفت الفيولي، كاين اللفت المحفور، وكاين اللفت البيض. كاين حتى واحد اللفت واحد اخر بعض الانواع، ماشي غير هادو. كاين اللفت اللي كيكون بولدوغ، كيكون صفر، وهذا كيجي بنين في كسكسو، حتى هو كياخذ الوقت باش يكبر. من الافضل انه تكونوا ديجا موجدين لي سيمي ديالو ولا شريوه نقله كاع الى لقيتيه، ديروه نيشان في الارض، راه كياخذ الوقت طويل باش يخلف. فلهذا دابا خاصكم تزرعوا. حاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم فهاد لا سيزون هذه هي لا سيزون ديال البطاطا. البطاطا هذه هي الوقيته ديالها باش تزرعوها، وكتاخذ واحد 3 شهور باش تقدروا تبداو تجنيو فيها. النوع ديال البطاطا اختاروه نتوما اللي بغيتيو، اما داك البطاطا ديال الفريد، اما بطاطا عاديه، شوفوا نتوما اللي بغيتيو النوع اللي غادي تزرعوه اللي غادي يصلح لكم في لا كونسوماسيون. غير هو ردوا بالكم صهد بزاف، سمحوا لي غندير واحد لابوز غير هو ردوا بالكم انه البطاطا فاش غادي تجيو تزرعوها ولا كانت عندكم اول تجربه معها، خاصكم تاخذوا من طبيعه الحال البطاطا اللي كتكون ديجا منبته، ماشي بطاطا اللي كتكون عندك في الكوزينه وكتحطها نيشان. تقدر تزرعهم طبيعه الحال هذيك، غير هي خاصها تكون ديجا طالقه النباته ديالها، يعني فاش غادي تحطها تحت الارض دغيا غادي تخلف وغدير الاولاد. الخضره الاخرى اللي نقدر نقول لكم حتى هي لو طو دو ريوسيت ديالها زوين الا احترمتي واحد القواعد، وهي خيزو. خيزو ديال الفيرما اولا ديال المزرعه اولا ديال دارك، ملي كتزرعو راه كيكون فيه واحد البنه ماشي بحال ديال الزنقه، وكيكون ماشي مخشب، كيكون رطب، كيكون زوين. خاصكم غير البلاصه اللي غادي تزرعوا فيها تكون رمليه، ما تكونش مدكسه بزاف، لان خيزو كيحفر، هو كيما قلت لكم راه كيكون تحت الارض، يعني خاصو يشق الارض باش يقدر يكبر. ولا كانت الارض مدكسه فراه ما كيعطيش مزيان. فلهذا من الافضل انه التربه ديالكم خلاص غادي تكون قويه وغنيه بطبيعه الحال، وزيدوا انكم زودوها بالرمله الا قدرتي وباش تخففوا عليها واحد شويه. بالنسبه للخيزو اللي نقدر نقول لكم، انا صراحه ما عمرني ما شفت النقله ديالو. يمكن لكم تزرعوه زريعه نيشان الا بغيتيو، الزريعه ديالو راها صغيره. يمكن لكم تاخذوا واحد السموار اللي كيكون خاص بهذا النوع ديال الزريعه، ماشي داك الكبار، كيكون واحد صغير، ديجا وريتو لكم في لي باج ديالي الاخرين. كتزرعوه هو من طبيعه الحال راه ما غاديش يخرج لك غير حبه حبه في كل بلاصه، راه غادي يخرج لك واحد جوج ولا ثلاثه، وهذا ماشي مشكل لان ماشي كاملين كيكبروا. يمكن لكم ديروا واحد القضيه واحده اخرى، كاينين واحد لي بوند كيتباعوا نيشان واجدين بحال واحد البابيي، واحد الكاغيط اللي كيكون فيه ديجا مستف حبه 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 حبه، وهذاك الكاغيط ملي كديرو في التربه كيكون ديغرادابل، يعني كيتحلل وكتبقى لك غير الحبه ديالك ديال الخيزو. والطريقه الاخرى هي انه كتلوح الزريعه في واحد البلاصه، وملي كيبدا كيطلع داك الوريقات ديالو من بعد كتنقي عليه.
الخضره الاخرى اللي تقدروا ديروها حتى هي وهي البسباس. البسباس ما بين الحويجات اللي حتى هما تقدروا تقنوهم بسهوله، كيعطي واحد الوريقات خضر زوينين حتى هما كيتكلم. الحاجه اللي يمكن لكم تزرعوها عندكم هي شلاضه اولا لا ليتو. شلاضه ما بين الحوايج اللي كيصدقوا مزيان في البرد، وخاصكم تختاروا النوع. ورضوا بالكم لهذه المساله هذه، خاصكم تاخذوا لا فاريتي اللي كتمشي في الشتاء ماشي اللي كتمشي في الصيف، حيت هي راه فيها جوج ديال الانواع. بالنسبه للشلاضه راها سونسيبل، يعني الا كانت عندكم بعبوله اولا البوش راه دغيا غادي ياكلها لكم، فلهذا ردوا البال لهذه المساله هذه. ولكن حتى هي زعما البورسونتاج ديال انها تنجح لكم كبير بزاف. يمكن لكم ديروها عندكم في لي بلاطو دو سومي، يمكن لكم ديروها نيشان في الارض، ويمكن لكم تصابوها كاع في المحبقات الا كانوا عندكم في الدار. علاش لا؟ الانواع ديال الشلاضه راهم كثارين وكاينين بزاف، وكاين دي فاريتي اللي ما كنلقاوهمش في السوق، كنلقاوهم غير زريعه. يعني يمكن لكم تستافدوا من هذه المساله. نزرع عندكم حتى واحد الخضره واحده اخرى اللي هي خيزو لفت الفجل البربا البسباس. شنو كاين اخر؟ البسباس بصلة كل الشوم. يمكن لكم تزرعوا عندكم حتى البصله البيضاء، هي اللي كتمشي الاغلبيه في هذا الوقت وكتكون حاره. انا كنت غلطه صراحه، كان كيسحبني البصله الحمراء هي اللي حاره في المذاق ديالها، بالعكس البصله البيضاء كتكون مجهده اكثر. وبالنسبه للبصله شريوها نقله الا قدرتي، وما قدرتيوش وبغيتي توجدوا الزريعه ديالكم فغادي نقول لكم فيها واحد شويه ديال الصعوبه. انا مازال ما كنتقنهاش مزيان، دونك غادي نعاود نجربها هذا العام هذا في لي بلاطو، ولا نجحت ليا داك الساعات غادي نبارطاجي معكم شنو الطريقه اللي درت باش خدمت ليا مزيان. والبصله حتى هي راه كتمشي تحت الارض وكتاخذ واحد الوقت طويل باش انها تكبر، فراه خاصكم تبداوها من دابا. يمكن لكم تزرعوا في هذا الفصل هذا اللي جاي ديال في هذا شهر 9 هذا، وبالنسبه للفصل اللي جاي ديال الخريف والشتاء، يمكن لكم تزرعوا الاعشاب. الاعشاب فيها بزاف ديال الحوايج، ديروا قزبور، المعدنوس، ديروا لا سيبولات، ديروا لو سيرفي، ديروا لو بيرسيل فريزي اللي كيكون واحد شويه واحد النوع ديال المعدنوس اللي كيكون فريزي في الشكل ديالو. ويمكن لكم ديروا حتى شي حويجات واحد اخرين غادي نبارطاجيهم معكم من بعد فاش غادي نزرعهم عندي هنايا في المزرعه. اون توكا كما قلت لكم في هذا الفصل هذا كيبغي الوريقات الخضر. كاينه واحد القضيه واحده اخرى اللي تقدروا تزرعوها عندكم وهي لي شو، يعني المكور. المكور فيه بزاف ديال الانواع، حتى هو كاين المكور العادي وكاين المكور الاحمر وكاين البروكولي اللي حتى هو كنحسبوه من هاد لا فامي هادي. يمكن لكم ديروا حتى الشوفلور، يمكن لكم ديروا حتى واحد النوع ديال الاوراق اللي سميتو لو شو كيل اللي كيبغيو الناس اللي كيتبعوا هادشي ديال الصحه وديال لا نوتريسيون. وكاينين شي انواع واحد اخرين، كاين واحد لو شو غومانيسكو الشكل ديالو كيكون شويه مختلف والمذاق ديالو بنين. ويمكن لكم تزرعوا هاد النوع هذا ديال لي شو ماشي في الارض نيشان، لان كياخذ واحد الوقت طويل ديال بصح، هو يمكن اكثر حاجه اللي كتعطل في هاد المزروعات كاملين اللي قلت لكم. من الافضل انكم توجدوا ليه لي سومي ديالو نيشان في لي بلاطو وسينوا عليه حتى كيبدا كيخرج على الاقل واحد جوج ديال الورقات او اكثر باش عاد كتحطوه في الارض نيشان. اما لا بغيتيو تشريوه نقله كاع كان احسن، لان غادي تقتصدوا عليكم في الوقت. راه فريمون كياخذ الوقت بزاف باش كيخرج الوريقات ديالو وكيبقى كيتكور على راسو وكيرد على راسو داك الوراق. من الافضل صابوه على تيساع باش ما تضيعوش لا سيزون ديالكم، اولا شريوا النقله نيشان. وتهنى ديال هاد النرسالات، جيسبر انها تكون عجباتكم. هادو غير 10 ديال الحويجات اللي يمكن لكم تزرعوهم في هاد لا سيزون هادي وفي هاد الفصل هذا. كاين شي حويجات واحد اخرين اللي ما ذكرتهمش لكمش، بحال الجلبانه، بحال الفول، بحال المهم شي حوايج واحد اخرين. نقول لكم اتري فيت، تشاو.